إخوان أخوات مشاهدينا الكرام، تحياتي للجميع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا الإخوان، كاينة واحد النقطة اللي باقي ما تكلمناش فيها فيما يخص هذوك الإصلاحات اللي داروا في المساعدات ديال البار. طرقنا لجميع النقاط وكل شيء بالتفاصيل والحمد لله. داكشي اللي كنا كنقول لكم قبل ما يصادقوا على هاد الإصلاحات في مجلس الوزراء وقبل ما يتنشر داكشي في الجريدة الرسمية، إيه داكشي اللي كاين، داكشي اللي كنا كنقول لكم في الاخر، داكشي اللي خرج ما كاين لا بار ولا تا 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 تا. ايه ولاد عمي، المهم ولكن ولاد عمامي، كيف قلت لكم وضحنا لكم كل شيء بالتفاصيل الحمد لله، ولكن كاين واحد الحاجه، ولا كاينه واحد الحاجه الاخوان اللي باقي ما تكلمناش عليها. كنتكلم على التغييرات ولا الاصلاحات اللي غادي يكونوا في السوبسيديو بارا مايورج دي تينغوين دايدو شانيوس. حتى شي واحد ما تكلم على هاد النقطة هادي. كيف كتعرفوا الإخوان، هاد السوبسيديو هذا، نعم، ديال مايوريس، ديال الناس اللي عندهم أكثر من 52 سنة، هاد السوبسيديو راه كيساهم في التقاعد. أنت ملي كتكون كتشد هاد السوبسيديو هذا، إيه راه كتساهم نقولوا في التقاعد ديالك. أيا ودعم، بحال إذا خدام، بحال إذا كتوجد في البارو، اي كتساهم. وحاليا الاخوان، حاليا كان ساهمو 125% دي لا باس مينيما بخنتي كادانيو. شنو كيعني هادشي؟ كيعني بلي الناس اللي كيتواجدوا حاليا في السوبسيديو بارا مايورز دي تينغوين دايدو سانيوس كيساهموا في التقاعد ديالهم بهذا العدد هذا، 125% دي لا باس مينيما بخنتي كذا عنيو. شنو كيعني كي هادشي؟ ملي كنتكلموا الاخوان باس مينيما، كنتكلموا على سالاريو مينيمو انتر بروفيسيونال. حاليا سالاريو مينيمو انتر بروفيسيونال الاخوان كيتواجد في 1080 في 14 خلصة، او في 1260 في 12 خلصة. نعم، كنساهموا 125% ديال 1260 سالاريو مينيمو انترناسيونال، والعدد ولا المبلغ هو، نعم، 1575 يورو شهريا. 125% ديال لاباس مينيما ديال سالاريو الاخوان، ولا نعم سالاريو مينيما الاخوان ديال لاباس مينيما بخنتي كذا في سنة 2023. كيف قلنا لكم باقي سالاريو مينيم انترناسيونال اخوان في 1080 في 14 خلصة، وفي 1260 في 12 خلصة. واخا دابا فهمتوا الناس ديال هاد المساعدة هادي كيساهموا في التقاعد ديالهم بهاد العدد ديال 125% ديال سالاريو مينيم انترناسيونال 1200 60، ولكن 125% كتعطينا 1575 يورو شهريا. الناس اللي كتواجد فيه حاليا والناس اللي غادي تستافد منه قبل ما يدخلوا حيث تنفيذ هادوك الاصلاحات، ايه ما غادي يتغير حتى شي حاجه من هاد الشيء اللي قلت لكم. غادي يبقاو يستافدوا من نفس الشروط اللي كاينين دابا. هذوك الاصلاحات ما كيعنيوهمش، ولكن المفاجأة غادي، نعم، يتلقاوها الناس اللي غادي يستافدوا من هاد السوبسيديو هذا من شهر 6 القدام. أيوة ولد عمي، اللي كيستافدوا حاليا والناس اللي غادي يستافدوا قبل ما يدخل حيز التنفيذ شهر 6، ما كاين حتى شي تغيير، حتى شي تغيير ولد عمي. ولكن انت اذا استفدتي منه من شهر 6 القدام، هاد العادات غادي تغير للاسف. نعم ولد عمي، يولاندا دياث كانت كتقول لنا ديما باللي ايه ما غادي يكون حتى شي تقليص حتى شي تخفيض في الحقوق ديال العمال والعاملات. نعم، حنا خدامين من اجل الحماية ديالهم،
نعم ولد عمي. No va a haber ningún recorte para los trabajadores y las trabajadoras. Vamos a trabajar para proteger los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores. ولكن ولد عمي يولاندا دياز كذبات علينا في هذا السبسيديو هذا. حيت هذا السبسيديو كيف قلت لكم ايه فيه تخفيضات. وكتعني الناس اللي غادي يستافدوا منه من شهر 6 القدام. والتخفيضات كاينين هنا. ما غاديش يبقاو يساهموا الاخوان في التقاعد ديالهم بهذا العدد هذا. نو. في سنة 2024 غادي يساهموا غير 120%. وفي سنة 2025 115%. وفي سنة 26 110%. وفي سنة 28 غير 100% ديال سميتو باسي مينيما بخنتي في السنة 2028. حيت الإخوان علاش كنقولو باسي مينيما بخنتي دي كادا عنيو؟ حيت سالاريو مينيمو انترناسيونال كل عام كيتزاد. على داكشي الاخوان كيتكلموا على باسي مينيما ديال هذيك السنه. اي حاليا حنا في سنه 2023 نو في سنه 2024، ولكن بغيت نقول باللي حاليا سالاريو مينيمو انترناسيونال الاخوان اي باقي ما زادوش فيه. استاكم خلاوة الاخوان ولا لا 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 شويه استاكم خلاوة. علاش؟ حيت الاخوان كيف الشركات كيف النقابات كيف العمل ولا النظيات باقي ما توصلوش لشي اتفاقيه. شي وحدين كيقولوا هذا المبلغ، شي وحدين كيقترحوا هذا المبلغ. يولاندا ديال الاخوان تفاين عارفين اقترحات الزياده ديال 4%، ولكن باقي ما توصلوش الاتفاق فيما يخص الزياده الاخوان اللي غادي تكون في السالاريو مينيم بروفيسيونال. في ديك الساعه شنو كيعني هذا الشيء؟ باللي السالاريو اللي كاين حاليا مينيمو هو اللي الاخوان غادي نستمروا فيه نقولوا حتى يزيدوا هذه الزياده هذه. او السالاريو مينيم بروفيسيونال حاليا كيتواجد كيف قلت لكم في 1080 يورو في 14 خلصه، او في 12 خلصه 1260 حاليا. واذا كنتكلموا على حاليا سميتو كنتكلموا على 125% الاخوان كيعني باللي هاد الناس كيساهموا ب 1575 يورو شهريا. ولكن هادشي غادي يتغير، غادي يتغير الاخوان، غادي يتغير كيف قلت لكم. ماشي الناس اللي كتستافد دابا، ماشي الناس اللي غادي يستافدوا قبل ما يدخلوا حيز التنفيذ هذوك الاصلاحات. نو نو، الناس اللي غادي يستافدوا من نهار اللي يدخلوا هذوك الاصلاحات القدام. باش تفهموني مزيان نسهل عليكم القضيه. اللي كيستافدوا دابا واللي غادي يستافدوا قبل ما يدخلوا حيز التنفيذ هذوك الاصلاحات، اي النهار اللي غادي يدخلوا بيليو، النهار اللي غادي يشدوا التقاعد ديالهم، غادي تكون عندهم الخلصه زايده على هذوك اللي غادي يستافدوا من هذا السوبسيديو من شهر 6 القدام. كنتكلموا هادو راه كيساهموا 125%. او من شهر 6 القدام اذا عندك 52 سنة ولا اكثر ومشيتي باش تستافد من هاد السوبسيديو غادي تبقى تساهم غير 120 115 110 وفي سنة 2028 غير 100%. إذا بقى السالاريو مينيمو انترناسيونال الإخوان باش تفهموني مزيان نقول في سنة 2028 إذا بقى هاد السالاريو الحالي 1260 غادي تساهموا غير ب 1260 في سنة 2028 غير 100%. دابا كيساهموا 125% ب 1575 ماشي ب 1260. في سنة 2028 غادي يستافدوا ولا غادي يساهموا غير ب 1260. ولكن هاد الشيء الاخوان غير نقولوا اكزامبلو، غير مثال، حيت كيف قلت لكم هاد الصالير مينيم بروفيسيونال راه كيتزاد كل عام.
هاد 1260 غادي تزاد، غادي تزاد، ولكن حتى كاك ولاد عمامي، الناس اللي كيستافدوا حاليا من هاد السوبسيديو والناس اللي غادي يستافدوا قبل ما يدخلوا حيز التنفيذ نقولوا هاد الاصلاحات، ايه غادي يستافدوا ولا غادي يبقاو يربحوا اكثر النهار اللي غادي يدخلوا بيناه. ايوا تعملي للاسف يولاندا ضياف هنا كذبات علينا. باش الاخوان تفهموا مزيان، باش ما تقولوش كيف كنقولوا الاخوان ديما، اسمع قاعدة المسامة في الدعم لمن تزيد أعمارهم عن 52 سنة هي 125% من قاعدة الحد الأدنى المعمول به كل سنة في عام 2023. نعم الحد الأدنى للقاعدة هو 1260 يورو شهريا، لذلك سيتم تحديد الإعانة لمن تزيد أعمارهم عن أعمارهم عن 52 عاما بالنسبة 125%، أي لقاعدة 1575 يورو شهريا. كاين هادشي ولاد عمامي، الناس اللي كيستافدوا دابا والناس اللي غادي يستافدوا قبل ما يدخل حيز التنفيذ، حيت ولاد عمي اذا مشينا دابا لهاد التخفيضات اللي عملت لنا يولاندا ضياف غادي تشوفوا كلشي معايا ولاد عمامي هنا، كيف كتشوفوا معايا الاخوان هنا، ما غاديش نقرا لكم الاخوان المقال ديريكتومون باش تشوفوا معايا هنا. نعم وفي عام 2024 فوقاش غادي يدخلوا الاصلاحات في سنه 2024 في شهر 6، في شهر 6 القدام اذا مشيتي تستافد من هذا السوبسيديو، ايه ستكون القاعده تعادل 120% من الحد الادنى لقاعده المساهمه للنظام العام المعمول به في اي وقت محدد. 1260 غادي تزاد الاخوان، غادي تزاد حيت سالار مينيموم انترناسيونال راه غادي تزاد بالي حاليا تكونجيلا حيت ما توصلش الاتفاقيه ولكن غادي تزاد. المهم ديما الاخوان كنتكلموا على سميتو الحد الادنى للقاعده المساهمه للنظام العام المعمول به في اي وقت، في اي وقت علاش في اي وقت؟ حيت السالاريو كيف قلت لكم راه كل عام كيتزاد، وفي عام 2025 سيعادل قاعده المساهمه 115%، غادي يبقى ينقص ولاد عمامي، وهذا الشيء كيف قلت لكم راه نعم غادي تبقاو تساهموا بقل في التقاعد ديالكم. وشنو كيعني داكشي؟ نهار اللي توصلوا للتقاعد ديالكم الاخوان راه غادي تشدوا قل من هادوك اللي كيستافدوا دابا وكيساهموا دابا الاخوان نقولوا في هاد السوبسيديو هذا. هذا هو المشكل. نعم الاخوان في سنة 2025 سيعادل قاعدة المساهمة 115% من الحد الأدنى للقاعدة المعمول بها في أي وقت من الأوقات، وفي عام 2026 سيعادل قاعدة المساهمة 110%، كل سنة غادي يبقاو ينقصوا لكم الإخوان 5% من المساهمة ديالكم حتى نوصلوا لسنة 2000 هنا الإخوان. وفي ضوء هذه البيانات سيحدث الإخوان تعديل تدريجي بحيث يتم المساهمة بالنسبة 100% فقط من الحد الأدنى لقاعدة التقاعد في عام 2028. وإذا وصلنا لسنة 2028 وبقينا الإخوان نقولوا هاد السالاريو مينيموم اللي كاين حاليا، ايه بحال اذا غادي تبقاو سميتو الاخوان تساهموا ب 1260 مقارنة داكشي اللي كاين دابا. شنو كاين دابا؟ كاين 1570 كيف قلت لكم، حيت دابا الاخوان نعم 1575 حيت دابا كيساهموا 125%. بلو دعمي هادشي اللي كاين، تحياتي لكم.